رقمنة الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة نموذج رائد في مجال النقل الطرقي أطلقته وزارة النقل واللوجستيك إلى جانب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، منظومة جديدة ستسهم في ضمان نزاهة وشفافية أكبر من تمكن السائقين ومنه المساهمة الضمنية في سلامة طرقية وطنية. عرفوا في المغرب الامتحان النظري تمكنن ولا أوتوماتيكي، ومني ولا أوتوماتيكي يعني الجودة ديالو ارتفعت، وبغينا نقوموا بنفس الحاجة بنفس يعني العملية بالنسبة للتطبيقي. هذا أصعب طبعا، ولكن تنأمنوا بزاف بإمكانيات المهندسين المغاربة في الابتكار، وإن شاء الله هذه السيارة هذه من بعد شهور غادي تقدر تدخل داخل المنظومة الجديدة ديال الامتحان ديال السياقة. كيف ما كتعرفوا العامل البشري كيكون حاضر بواحد الشكل كبير في حوادث السير، يعني احد العوامل الاساسيه في وقوع مضاعفه حوادث السير، وبالتالي يعني ارتئينا انه كيفاش نشتغلوا باش ناثروا هذا السلوك باش يكون كيستجب للشروط ديال السلامه الطرقيه. فاحد المداخل الاساسيه هو كيفاش نتكفلوا بالسائقين الجدد ونتاكدوا بان اي واحد كيولج العالم ديال السياقه الا كيكتسب جميع المهارات ديال السياقه. وفي هذا الاطار هذا جاء هذا المشروع ديال هذه السياره الذكيه. هذه السياره الذكيه من شانها ضبط جميع العمليات التي يقوم بها المترشح اثناء الاجتياز التطبيقي في الميدان دون الحاجه الى تدخل بشري. تم تطويرها من خلال شراكه تعاون بين الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه ومهندسي جامعه محمد السادس متعدده التخصصات التقنيه ببنغرير. الهدف كان ابتكار سيارة ذكية قادرة على مواكبة الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة. إنها قادرة على نقل مجموعة من العمليات التي يقوم بها السائق بكل موضوعية عن طريق برامج الذكاء الاصطناعي أو لوغاريتمات السيارة، وبالتالي ضمان نزاهة وشفافية الامتحان. عصرنة الامتحانات الخاصة بنيل رخصة السياقة وضمان شفافيتها ونزاهتها خطوات من بين أخرى تحرص الوزارة الوصية ومعها الوكالة الوطنية على تسريع تنزيلها طمعا في تجويد الخدمات التي تقدمها في مجال السلامة الطرقية.